السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم محسن لبيع السيارات المستعملة. إخوان جيتكم فيديو جديد مع سيارة جديدة من نوع ميغان كلاسيك، الموديل ديال الإخوان 1999. السيارة إن شاء الله أشرحها لكم إن شاء الله في الفيديو من أتار زد. المعلومات ديالها شحال الخير شحال كتخلص كما نقول لك ديما كنشرح لكم الإخوان. اليوم قررت أنني نبان بالوجه ديالي، يعني تعرفوا محسن لبيع السيارات المستعملة شكون هو. المهم الاخوان غادي ندوز ان شاء الله نطرق لكم لهذه السياره هذه. بلا ما الله يجازيكم، قبل ما ننسى ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو وديروا واحد لايك وواحد كومونتير زوين. ضروري ملي كومونتير سوا يكون يعني انتقادي او يكون مزيان، ما عندناش مشكل. المهم تحيه لكم الاخوان، غندوز ان شاء الله نشد التليفون من الولد وغادي نكمل معكم التصوير. اخوان تحيه لكم، غندوزو ان شاء الله نصوروا هذه السياره، هذه ندير لها فيديو. السياره اللي جبت لكم اليوم الاخوان كما قلت لكم موديل 1999. سياره ميغان كلاسيك ماشي الكوبي، هذه كلاسيك، سياره موديل 99. سياره مليحه تبارك الله ما شاء الله، جايبه جوينطات الومنيوم، جايبه العماره كامله، الكليما، لي فار سوكور. السياره تبارك الله مازال صباغه الدار كلها، الطوموبيل كانت غير جالسه في الكراج عند واحد السيد يعني خدام يعني موظف، ما كيتحركش بزاف رغم الخدمه ديالو، عنده سياره ديال العمل، هذه كيخليها غير للعائله. سياره مليحه تبارك الله، ماتريكول 1040، طوموبيل تبارك الله ما شاء الله. راه السياره الاخوان فاش كتكون مليحه راه ضروري غنشكرها. بعض الناس كيقول لك ما تمدحش السياره بزاف، راه ضروري الاخوان نمدح لان السياره كتكون مليحه، وكنحاولوا دائما نحطوا غير المليح. راه محمد ما كنحطوش بزاف د الفيديوهات، راه ضروري كنقلبوا دائما على المليح، راه الا ما كانش المليح راه ما كنحطوش، لان الاخوان هاد القناه هذه مبنيه على الثقه والمصداقيه مع الكليان ديالنا والمتتبعين ديالنا، لان المتتبعين غاليين بزاف على قلوبنا. وتحيه لهم اينما كانوا، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وزيدوا دعمونا الاخوان. راه القناه شي شويه راه طاحت، ما بقاتش كيتشافوا الفيديوهات كما كانوا في الاول، راه القناه شي شويه ما بقاتش كتشوف، على الاقل دابا كتوصل داك 300 واحد في النهار، ناقصه بزاف. راه كنشوفوا شي قنوات اللي ليس لهم كاع فهمتي محتوى عندهم ضعيف، بلا ما نذكروا الامور اللي كيديروا، وكتلقى عندهم كيضربوا 50000 60000 مشترك في النهار، راه دي متابع، راه زعما الصراحه بحال هاد القنوات اللي كيعرضوا السيارات اللي كاين شي حاجه اللي في المستوى، شي حاجه اللي تعليميه، انسان اللي غيدعم دعمو شي حاجه اللي في المستوى. ندوزو الاخوان السياره هي هذه ديالنا، مليحه تبارك الله. ها انتوما شو السياره كي دايره، السياره راه فيها 7 د الخيل، لافينيت عاد خلصتها لغا دابا 700 درهم، 14000 المليح الطوموبيل. لافيني لا سيرونس ديالها كتخلص ما بين 2500 درهم حتى 3000 درهم على حسب شنو دخلتي في السياره. ها انتم الاخوان السياره راه جايبه العموريه كامله، جايبه هاد اللعيبي، هاد اللعيبي تيكا ديال الانوكس هنايا، راه اللي ماشي عامره كتجيبها غاد الميكا عاديه. الطوموبيل راه مزيانه ما شاء الله. ها انتم شوفوا السياره تبارك الله كي دايره، جديده الاخوان، الصبغه ديال الدار، طوموبيل يجي ليها كساب ما يتزاقش معها. المهم الاخوان السياره الثمن ديالها طال فيها 5.5 وغنرقل شي شويه، لان الطوموبيل تستاهل تسد الملايين، لان مع الموديل وداك الشيء بلا ما نطلبوا شي ثمن اللي ما كاينش. انتم السياره ديالنا الاخوان كلشي ديال الله، انتم البنوات ديالها كي دايرين مازالين جداد، جوينطات الومنيوم ديال الرونو، ضرب الجرح ما كاينش الحمد لله، كشي راه ما كنديروهش حنا، راه شحال من سياره كنلقاها مضروبه ما كنقدرش ندخلها نهائيا ولا شي حاجه معاوده ولا داك الشيء، ما كندوروش نهائيا الاخوان، دائما كنحاول انا نحط لكم شي حاجه في المستوى، دائما كنحاول. انتم كتشوفوا لي غارنيتور ديال هادو ريجين، ما مغلفين ما دايرين حتى شي حاجه، ضرب الجرح ما كاينش، انتم كيبان لكم مع هاد المونطاط ديال السياره الحمد لله ضرب الجرح ما كاينش. ها انتم الاخوان هادشي ديالها مازال كلشي دوريجين، لي بوين دروبو غادي نشرح لكم، ها انتم كما دائما لي بوين دروبو د لا ميزو مازالين فيها جداد، راه بحال اللي كتشريو اخوتي شي حاجه في المستوى الصراحه. ضرب الجرح ما كاينش، ها انتم كلشي الحمد لله، كوسانات ديالها دوريجين باش خارجه من لا ميزو. ها انتم داكشي زوين، فيها الايرباك، الكيلومتراج الاخوان ضربه 288،
88 فيها لاكليم، الشجالة ديالها مزيانة، البلافو ديالها جديد ما شاء الله. ندوزو ان شاء الله عاود نشرح لكم السيارة اللور في الكوسانة اللور باش تشوفوا كلشي شنو كتاخدو. شوف السيارة تبارك الله، هانتوما الاخوان شتيو تبارك الله، لي بون ضروبو مازالين، الصبغة ديال هاد الدار تبارك الله كلها هانتوما، هادشي ديالها مزيان، ضرب الجرح ما كاينش كذلك حتى هنا في الاتجاه هذا كذلك، هادشي ديالها مازال كلشي جديد ما شاء الله. الله يسخر المولاها اللي داها كوسانة كذلك، هاد الطبيلة هنايا حول ما امكن. هانتوما الاخوان كتشريو النقا، كتشريو شي حاجة في المستوى ما شاء الله. واخا الاخوان ندوزو لهاد البنو دلور، هانتوما بنوات راه المليح، حتى السكور ديالها جديد ما شاء الله، جوينطات زينين كذلك. غنتيري لكم ان شاء الله الكوفر، تشوفوا السيارة تبارك الله كي داير هاد النقا عندها. هانتوما الاخوان حتى الفيدونج هنا كيديروا مولاها، جايبة الامور ديالها هنايا، شوف تبارك الله هادشي ديالها الداخل كي داير. هانتوما الاخوان نشوفوا ان شاء الله عاوتاني الطبلة ديالها كي دايره. هانتوما الاخوان حتى الكريك ديالها ما كانش كيخدم بزاف، كلشي ديالها مازال هو هذاك، شوف الطبيله كي دايره. هانتوما هانتوما الاخوان اش كتاخذوا في السياره تبارك الله ما شاء الله، هادشي مازال جديد 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 لواحد الدرجه ما كتصوروهاش، الامور ديالها هما كاينين. هانتوما شوف اش كتشريوا الاخوان، شريو شي حاجه مازال بزاف دلاميزو، طوموبيل ما خدمات شاي، ما ضربات شاي تماره ولا شي حاجه، غير السياره عائليه اللي بغى ياخذ الطوموبيل راه يجي من الاخر بلا ما يعد براسو يسول كي دايره الطوموبيل ولا شي حاجه، يهضر غير في الثمن. اما السياره راه ما تلقاش غرام د العيب الحمد لله، وهذا هو الشعار ديالنا هو المليح. هانتوما كما كتشاهدوا عاود الجهه اليمنيه، البنو ديال اللور كذلك، الجوينطات ديالو كلشي ديالها مليح كذلك. الاتجاه هذا لي بوان دروبو، ضرب الجرح ما كيهضرش. الطوموبيل الاخوان راه جديد ما شاء الله، جديد جديد ما شاء الله. انا السياره الموتور ديالها كلشي ديالها انا نشرحو لكم الحمد لله، النويمرات ديالها، البيسترين هاد لاميزو جوج ديالها دوريجين، الا الباربيزي مبدل. ها البيسترين الاخوان، البيسترين ديالها ها هي دوريجين الحمد لله. كوسانات المونكيت بالارض الدوريجين، شو كي مازال الحمد لله هادشي هذا فيها مزيان، كتشعل الفولات ديال الضو هنا على هاد الباطاغون ديالها. المهم الحمد لله السياره راها مليحه كذلك. فنو اليمني مزيان، الجوينطات ديالها كلشي ديالها ملوح مليح الحمد لله. غندوز ان شاء الله غادي نتيري لكم الكابو، تشوفوا دوك الحوتات وداك الشيء وندوز ان شاء الله. مرحبا بكم انتم الاخوان ديالي، غتكونوا معايا ان شاء الله تشوفوا كيلومتراج. ها انتم هاد اللعبه ديال السخونيه طالعه كاين، نديروا امر في السياره، نشوفوا الكيلومتراج اولا. اول اخوان 288، تيري الكابون الكابو رجع لكم ان شاء الله. انا رجعت لكم، مرحبا. هانتوما تبارك الله هاد الحوتات ديالها كيما زالين، لي بوان ديالها دوروجين الحمد لله، هادشي هذا كيخرج معاه من لاميزو. شوفوا تبارك الله هاد السياره كي دايره ما شاء الله، نهائيا هادشي ما كاينش الضرم ما كاينش الحمد لله. هانتوما الكليماتيزور فيها موتور دي تي الانف تيربو باش خارجه من لاميزو، ما كاين لا هادي لا هادي الحمد لله. هادو راه كيخرجوا هكا بلاكاج بومبا ديالها، لي زانجيكتور عاديين، واحد لي ضدو بيلوت هو هذا باش تعرفوا، لان هذا الموتور نورمال فيهم بوبا ضدو بحاله بحال الكونغو بحال انت كضروري كتخرج في الملاميزو في الاول كتخرج بالبومبا ديالها، لان احسن موتور كاين في الرونو هما هاد دي تي هادو، صحاحي الكلاس فيه مليح. سميتو الجروب ديالو الحمد لله ما ياكل لك لا زيت لا حتى حاجه، سير باتري فيها كيجي هنايا هو جديد بحرا صوبو مولاها اللي خديت منه. النويمرات ديالها هما الاخوان، النويمرات ديالها حليب الحمد لله. مرحبا بكم، الضرب راه ما كاينش، الجرح ما كاينش، رادياتور جديده، لاسيستي كلشي ديالها الحمد لله، الميها ديالها مزيان، كلشي ديالها ناضي. المهم الاخوان اللي عجبته السياره مرحبا به الف مرحبا. الاخوان تحيه لكم، وصلنا النهايه ديال الفيديو، الى سياره اخرى ان شاء الله.
نتمنى نكون كل الإعجاب ديالكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.